السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا غادي يكون مخصص للتمارين فقط. داكوغ دونك 3 كور ديال الماتيماتيك بروميير اني كوليجيان لي نومبر رولاتيف. داكوغ دونك لي زوبيراسيون سور لي نومبر رولاتيف. قبل ما نبدا غنبغي نشكركم على التعليق ديالكم الزوينه ومبروك عليكم النقطات الزوينين. حاولوا تجتهدوا اكثر باش تجيبوا اكثر منهم. اللي جاب نقاط زعما ضعافين يحاول يعرف السبب شنو هو. واش من الاهمال؟ واش انه ما خدمش تمارين كثار؟ واش انه ما راجعش الدرس كثار؟ واش انه ما زادش خصص وقت كثار للمراجعه والدراسه؟ فتعلموا من الاخطاء ديالكم. حاولوا كل حاجه درتوها تراجعوا، يعني تضبطوها في وقتها. ما تخليوش الدروس يتراكموا عليكم، وما تخليوش المواد يتراكموا عليكم. ماشي حتى كيقرب الامتحان عاد كنوضوا كنجريو ونبقاو نرجعوا للدرس الاولاني وحنا ما فاهمينوش وندوزوا للدرس الثاني والوقت ما كاينش. دونك اي حاجه درتوها في القسم كترجع للدار كتعاود تراجعها، كتبحث على تمارين باش تخدمها باش تتمكن من الدرس. يلا يعني ندوزوا بروميير اكزرسيس. ديجا الكور كامل كاين في القناه، تفرجوا فيهم ضروري. كاينين شي 4 ديال الفيديوهات ديال لي نومبر رولاتيف باش تقدروا انكم تخدموا هاد لي زيكسيرسيس وانتم عارفين القواعد. طبعا انا مي غادي نجي نخدم غادي نشرح و فوالا. هاد الكور هذا غنبغي نقول لكم انه فيه بزاف ديال القواعد. وثاني حاجه يعني بكثره التمارين فاش غادي تضبطوا وغادي تعقلوا على القواعد. يلا نبداو على بركه الله. Premier exercice qui voulait reproduire le tableau suivant et le compléter. Donc, à rasmo yani في الكتاب ديالك وكم اتمين الجدول التالي. دونك لاحظوا اهم حاجه انني نعرف كيفاش نقرا الطابلو. دونك عندي ا، عندي هما زعما شحال كيساويو ب س. دونك انا خصني نحسب ا بلس بي، خصني نحسب ا موان بي بلس سي اونتر بارونتيز، 1-B, A-B et 1-B-C. D'accord. Donc, on va dire A plus B. Donc, A indique 4 et B indique 5. Donc, 4 plus 5 égale à 9. J'ai un 9 9. D'accord. À ce moment-là, on pose, on une pause, on va dire une pause, on va dire une pause. Donc, on dit A, il y a 4, moins, d'où le bel, il incite les parenthèses, mais peut-être que je serai là. D'où le bel, les parenthèses, mais ils savent où je suis, ou même ils savent où je suis. Donc, on dit B plus C, il y a 5, plus, moins 1. Voilà, la deuxième, elle a dit, دائماً ما عمرهم ما تتلقاو ليا دو سين، جوج إشارات عمرهم ما تتلقاو، ضروري ندير لي بارونتيز. دونك نخدم هادي 4 موان، دونك نحيد هاد البارونتيز هذا، فوالا، دونك غتسمح لي 5، عندي بلوس أو الموان ما تتلقاو ليا شنو تيعطيوني، غنكتبها لكم هنا. دونك البلوس أو البلوس كيعطيني البلوس، الموان أو الموان كيعطيني البلوس، بلوس الموان أو البلوس كيعطيني الموان. والبلوس والموان تيعطيني الموان. دونك ملي يكونوا عندي نفس الاشارات راه كيعطيني البلوس، ملي كيكون الاشارتين يعني لي سين ديفيرون كيعطوني الموان. دونك عندي هنايا دو سين ديفيرون يعني زائد وناقص، دونك البلوس والموان تيعطيني الموان. داكوغ. دونك حاجه اخرى اللي غنبغي نقولها لكم هو ان هاد الكور هذا راه مرتبط بالكور الاولاني. داكوغ، مرتبط بالكور الاولاني. دونك الدرس اي درس درتوه في اي ماده ماشي كديرو كتراجعوه باش تدوزو في امتحان ابخي كتنساوه. لا، دابا حنا غادي نحتاجو الدرس الاولاني. دونك بحال هكذا مثلا، هذا راه في الدرس الاولاني. شنو تنحسبو اولا؟ اللي عندي اونتر بارونتيز. دونك عندي 4 موان 5 موان 1 ايغال 4. دونك 4 موان 4 ايغال 0، نجي هنا ونحط 0. D'accord. Donc, nous faisons 1 moins B. Donc, 4 moins 5. 4 moins 5. حنا كنعرفو ابتدائي انك 4 ما يمكنش نقص عدد صغير من عدد كبير.
دونك دابا غادي تقراو كيفاش يمكننا نقصوا عدد صغير من عدد كبير. مثلا 4 موان 5 اون فوا سانبول ما يمكنش ديك ما يمكنش تندير الموان ابخي كنقلبهم تندير 5 موان 4 ايكالا 1 دونك شحال كنساوي ليا موان 1 داكوغ دونك انا سنوريكم حتى كيفاش تخدموا اولا كيفاش تطبقوا القاعده فوالا دونك غير تبعوني وصافي دونك عندي ا موان بي موان سي دونك عندي 4 موان 5 موان موان 1 دونك اول حاجه نفكر نديرها نحيد لي بارونتيز دونك عندي 4 موان 5 لاحظوا معايا تلاقاو ليا الموان والموان اذا عندي لو ميم سين دونك غادي تعطيني البلوس دونك هنا شو تنخدم دو كوش فيغ دروات نخدم العمليه الاولانيه 4 موان 5 ديجا خدمناها هي موان 1 دونك موان 1 بلوس 1 ايكالا 0 علاش 0 حيت عندي لا سوم دو دو نومبر اوبوزي داكوغ دونك عندي الجمع ديال عددين متضادين يعني ناقص واحد زائد واحد ناقص جوج زائد جوج ناقص مليون زائد مليون كيساوي ليا زيرو داكوغ يلا دوزو دوزيام لين دونك عندي ا بلوس بي عندي 3 بلوس موان 2 نفكر نحيد لي بارونتيز تري بيان دونك 3 دونك غادي تلاقاو ليا بلوس و موان عندي اشارتين مختلفتين دونك شنو هي غتعطيني موان دونك 3 موان 2 ايكالا 1 ندوزو ل ا اللي هي 3 موان نحل بارونتيز بي بلوس سي يعني موان 2 بلوس 4 داك دونك شنو هنايا نخدم العمليه اللي عندي وسط لي بارونتيز داك دونك لاحظوا معايا عندي موان 2 بلوس 4 دونك شنو تندير لاحظوا معايا ملي كيكون عندي هاد الحاله عندي الناقص في الاول وعندي الزائد وسط منهم دونك العمليه الاساسيه شنو عندي عندي عمليه الجمع عندي هادي عندي عمليه الجمع حنا كنعرفوا ان عمليه الجمع فهي عمليه تري بيان تبادليه اش كتعني تبادليه يعني الا قلت لك 4 زائد 5 راه هي 5 زائد 4 كيف قلت لي نقلبهم دونك هنا شنو ندير وي نقلب دونك غنجيب 4 هي الاولانيه مي في الوسط ما غاديش ندير الزائد علاش حيت 2 شنو عندها موان دونك موان 2 شنو غتعطيني 2 ها انا خدمتها داكوغ يا دونك عندي 3 موان عندي هنايا 2 ايكالا 1 فوالا ا موان بي دونك ا موان بي اللي هي موان 2 نحيد لي بارونتيز غادي تقابلوا ليا دو سين دو ميم سين دونك هي 3 بلس 2 ايكالا 5 داكوغ ندوزو ا موان بي موان سي دونك 3 موان موان 2 موان 4 دونك شنو نعمل نحيد لي بارونتيز فوالا دونك 3 غيتلاقاو ليا الموان مع الموان غتعطيني بلس 2 موان 4 باش غنبدا دو غوش فيغ دغوات دونك غادي نخدم هادي 5 موان 4 ايكالا 1 دونك ندوزو لتخوازيام لي ا بلوس بي يعني موان 2 بلوس 3 داكوغ دونك هاد الحالة ديجا شرحتها لكم بيت يكون عندي الموان في الاول والبلوس في الوسط اذا كنعرفوا ان عملية الجمع تبادلية دونك نقلب هي 3 موان 2 ايكالا 1 ونحط 1 داكوغ يا عندي ا موان يعني ا هي موان 2 موان نحل بارونتيز بي بلوس سي هي 3 بلوس موان 8 داكوغ دونك نخدم العملية اللي عندي وسط لي بارونتيز داكوغ دونك موان 2 موان نحل القوس داكوغ دونك هنا كاين قوس اخر دونك لاحظوا معايا غادي تقابل ليا البلوس و موان غتعطيني الموان دونك 3 موان 8 داكوغ دونك موان 2 موان ردوا البال حاولوا تبتوا وتركزوا باش ما تغلطوش في الاشارات داكوغ في لي سي كذلك لي بارونتيز دونك عندي 3 موان 8
3-8 شحال كتساوي؟ اذا عدد صغير ناقص عدد كبير ما يمكنش. دونك اون فوا تنقول ما يمكنش ندير واحد الموان وتنقلبهم. 8 ناقص 3 ايكالا 5. فوالا. عاوتاني غادي نحيد لي بارونتيز. دونك موان 2 لاحظوا معايا شنو غيتقابل ليا الموان والموان. دونك الموان والموان شنو كتعطيني؟ تخي بيان بلوس. عاود هادي الحالة ديجا شرحتها لكم، العدد الأول عندو الموان والعدد الثاني عندو البلوس. دونك شنو تدير؟ قلب. هي 5-2=3، نجيو نحط 3 هنايا داكوغ. دونك نكملو أ موان بي هي -2-3 داكوغ. دونك هادي حالة جديدة غنشرحها لكم، مي كيكون لي دو نوم عندهم الموان الموان، جوجهم عندهم موان موان، شنو تندير؟ تنحط داك الموان وتنجمعهم. تفهمات؟ شوفوا هاد الجدول كيمكن لي أنني نقول لكم جامع جميع القواعد اللي كاينين في الدرس. حاجه ثانيه، الا فهمتوا هذا الجدول راه ما كاينش شي تمرين ما غيمكنلكش تخدمو، حيت صافي كنبقاو نخدمو غير هكا غير بالاشارات زائد ناقص. داكوغ يلا دوزو. دونك ا موان بي موان سي هي موان 2 موان 3 موان موان 8. دونك اول حاجه نديرها نحيد البارونتيز. تري بيان. Moins 2, moins 3, et au lieu de 2 signes qui sont les mêmes, donc additionnel à donner le plus. Plus 8. Donc je vais faire d'abord de gauche vers droite. Voilà. Et dans cette cas-là, il y a les petits combinaisons. Moins 2, moins 3, ça va être moins, ou ça va être moins, plus 8. كدا لك هاد الحاله ديجا شرحتها لكم، العدد الاول تيكون عنده الموان والوسط كيكون السائد. شنو تندير؟ تنقلب تندير 8 موان 5=3. فوالا كنت راني متبته باش كنتمنى ما نغلطش في الحساب، دائما تنغلط في الحساب. داك يعني وهذا الدرس بالخصوص ما معاهش اللعب، الا غلطتي في الحساب مشيتي فيها. يعني ديغنييي لين وطولنا الفيديو، دونك فيديو يعني تمرين واحد في فيديو، الفيديو الثاني ان شاء الله ديك الساعه نكملكم دوك لي زيكسيرس اللي خليتهولكم في الكوميونيتي في اليوتيوب. داكوغ يلا كاتخيام لين. دونك عندي ا بلس بي اللي هي موان زان بلس موان سي ستة موان ستة. داكوغ دونك اول حاجه نديرها نحيد لي بارونتيز. موان زان موان ستة. دونك قلنا موان زان موان سيس، مي عندهم الموان والموان، شنو تندير؟ تنحط هاد الموان وتنجمعهم صافي. داكوغ يلا دوزو دوزيام. يلا عندي أ اللي هي موان زان موان حال بارونتيز بي بلوس سي اللي هي موان سيس بلوس دو. شنو نعمل؟ نخدم وسط لي بارونتيز. دونك عندي موان زان منساش هاد لاكونسيون موان. دونك هاد الحالة شفناها بزاف، الأولى اللي كيكون عندو موان والوسط عندي بلوس كنقلب تندير 2-6. داكوغ موان زان موان شحال غتعطيني؟ 2-6. دونك اون فوا تنقول ميمكنش تنحط ناقص أو تنقلبهم بستة ناقص جوج شحال؟ 4. فوالا عاوتاني هنا نحيد لي بارونتيز. دونك موان زان الموان والموان شنو كيعطيني؟ بلوس. تري بيان فوالا. دونك عاوتاني هادي حالة أخرى اللي العدد الأول عندو الموان والعدد الثاني عندو البلوس والوسط بلوتو كاين البلوس، دونك تنقلبهم 4-3 فوالا. دونك كل مرة كنتفكر حاجة طريقة الشرح اللي تنشرح لكم ماشي هي مهم، ماشي هي اللي غادي يشرحوا لكم بها الاساتذه ديالكم ديال القسم. داكوغ حيت الاساتذه ديالكم في يعني في القسم كيشرحوا لكم القاعده، هذيك القاعده كيشرحها لك يعني هي اللي خاصك تطبقها باش تخدم بحال هكذا. انا ما عجبونيش دوك القواعد، وانما لقيتهم بلو كومبليكي معقدين شي شويه،
وما غنعرفش نوصلو لكم، وهذه سهله صافي يعني. مهم غير باش ما تقولوش راه الاستاذ ديالنا ما كيخدمش بنفس الطريقه، راه هذا الشيء علاش قلت لك كاين بزاف ديال الطرق. اهم حاجه يخرج لك لو ميم ريزولتا، نفس الخارج. يلا شحال باقي لنا؟ جويجات. اوكي ا موان بي هي موان زان موان موان سيس. دونك شوف فاش نفكر نحيد لي بارونتيز، دونك موان زان بلوس سيس. داكا دونك هاد الحاله شفناها، الاول كيكون عنده موان والثاني كيكون الوسط كيكون بلوس، نقلب هي سيس موان زان. داكا دونك هي 5. داكا dernier case voilà. Donc on dit a moins b moins c, donc moins 1 moins moins 6 moins 2. Nhayed les parenthèses moins 1 moins moins plus 6 moins 2. D'accord. Donc on retourne de gauche vers droite. Voilà. Donc cette halle chna l'autre qui est de moins l'autre c'est un plus, donc il y a 6 moins 1 moins 2. نخدم الأولانية اللي هي 5 موان 2 إيكالا 3. صافي دونك غادي نحبس هنايا غير باش ما يجيش الفيديو طويل، وإن شاء الله نكمل لكم لا سويت من موراه مباشرة. دونك ما تنساونيش بلاي لايك وبالتعليق، كتبوا لي أي حاجة بغيتوها. دمتم في رعاية الله.